على آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حفلنا الكريم نحتفل وإياكم بمناسبة ولادة الإمام الحادي عشر وأبي الإمام المنتظر الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حيث نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ساحة القدس الإمام الحجة ابن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى مراجعنا العظام وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات. أول ما نبدأ حفلنا هذا بآية من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعكم ملا كاظم، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسجد واضحة؟ تريد أوضح منها بعد؟ زينة. قدمها بصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه من
مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا. ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. آمنت بالله لا شرف النبي ولا أمة الأطهار الأشيعة أمير المؤمنين أموات الحاضرين والسامعين. الفاتحة معها صلوات. من أهم فقرات حفلنا هذا زيارة الإمام سلام الله عليه، يلقيها الحاج أبو محمد، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين.
السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين، السلام عليك يا عصمة المتقين، السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علمي وصي رسول الله، السلام عليك أيها الداعي بحكم الله، السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله، السلام عليك يا حجة الحجج، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الظاهرة للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس، أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعي إليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. لقد كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام كآبائه استاذاً للعلماء وقدوةً لسالكي طريق الحق، وعلماً بارزاً يشار إليه بالبنان وتأنس به النفوس. عن بعض ملامح هذه الشخصية الإلهية العظيمة يحدثنا سماحة الشيخ عباس الزيداوي، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. شيخنا بس للبركة.
فقط للتبرك جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. كل التبريكات والتهنئة لكم من هذا المكان وباسمكم إلى مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، وإلى مراجعنا العظام، وإلى شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا المولد المبارك، مولد النور، مولد الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وعندما نقف على أعتابه ونستذكر سيرته على قصر عمره، لأن هذا الإمام سلام الله عليه كما تعلمون عندما استشهد كان في ريعان الشباب، وعاش مظلوما محجوزا عليه في بقعة واحدة من الظالمين الذين كانوا يريدون إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام سلام الله عليه عندما تمر علينا ذكراه، سواء ولادته المباركة أو وفاته والفجيعة فيه، فيجب علينا أن نعرج على حياته، نعرج على دقائق هذا العمر الشريف على قصره، لكنه مملوء بالعطايا والمواهب والثنايا. الإمام سلام الله عليه اطلع بدور، هذا الدور عظيم جدا، المفروض أنه كل صاحب رسالة وكل صاحب مبدأ يقول أنا أتصل بمبدأ الولاية، أنه أن يعرج إلى حياة هذا الإمام سلام الله عليه ليستنطقها وليأخذ منها عبر ودروس. الإنسان الرسالي، والأئمة سلام الله عليهم هم المصداق الأسمى لهذه التسمية، مهما كانت ظروفه ومهما كانت المشاكل التي يواجهها، يخرج بحصيلة ما خرج بها إمامنا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. الإمام كما قلت جيء به هو وأبوه الإمام الهادي، وعمر الإمام سنتان، من المدينة إلى مدينة سامراء، ووضع في مكان، هذا المكان أريد به وأريد منه إدلال الإمام سلام الله عليه. ولكن انظر إلى الروح، وانظر إلى النور، وانظر إلى هذه الرسالة التي يحملها الإمام سلام الله عليه. عادة نحن نمر بمحن، نمر بمشاكل، نمر بظروف. الإنسان المبدئي، الإنسان صاحب الرسالة، الإنسان صاحب العزيمة، هو الذي يستطيع أن يشع بنوره مهما كانت تلك المشاكل التي تعتري، ويخرج منها وهو نور، ويخرج منها وهو ذا تأثير على المحيط وعلى المجتمع. الإمام الحسن العسكري
وضعوه هو وأبوه في خان الصعاليك، لكن الخليفة نفسه الذي يتسمى بالخليفة، الخليفة نفسه يرجع إلى أو يرجع إلى هذا الإمام بكثير من المشاكل ويستنطقه الحي، يعني مركز القيادة موجود في القصر، لكن مرجع حل المشاكل ومرجع النور ومرجع القضايا التي تنظر إليها الأمة موجود في كوخ، وهذا المفروض إحنا نقف عنده كثيراً. هذه المظاهر إذا كان الإنسان ما عنده قيمة داخلية، ما عنده مزايا داخلية، ما يستطيع يأثر بالآخرين، مهما كان جالس في قصر أو كان جالس في برج عاجي، إذا ما عنده شيء ما يأثر بالناس. لكن الإنسان صاحب المبادئ، صاحب الرسالة، شوف أن الناس ينظرون إليه ويأخذون بنوره وبعطاياه ويستمدون منه القوة حتى ولو كان في مكان خسيس ومكان متواضع جدا. الأئمة سلام الله عليهم بهذه الروحية، كلهم نور واحد. الإمام سلام الله عليه لما كان في سامراء كان موضع نظر العلماء وموضع مراقبة الجبارين لحمله هذا النور وهذه الرسالة سلام الله عليه. شوف أنه هذه الروح ليست فقط للذين يودون الإمام أو الذين يعتقدون بالإمام، وهذا المفروض إحنا مدرسة نتعلم من عتها، نتعلم من عتها. أول شيء العطاء الإنساني، يعني الإنسان يتجرد من قضية الدين وقضية المذهب، يعني ليس فقط هذا من مذهبنا، هذا من ديننا، هذا من ملتنا، يجب علينا أن نحل مشاكله. الإمام سلام الله عليه عند هذا البعد الإنساني في حياته وفي روحه. شوف الخليفة العباسي مرة يضعه في سجن وطار يخرجه، لكن حتى وهو في السجن يبعث إليه الرسل ليأخذ منه حله، ليأخذ منه حل المشاكل. شوف تواجه مشكلة وهي مشكلة خروج الناس أو النصارى للاستمطار، أمحلت الأرض، ماكو بركات من السماء، فخرج الخليفة وخرج العلماء معه يستنطقون السماء، يدعون الله سبحانه وتعالى لكي يسخيهم غيثا. ثلاثة أيام ماكو غيث، يأتي مجموعة من النصارى معهم راهب، يمد يده هذا الراهب فيستسقي فينزل المطر، تتجمع الغيوم. هنا القضية شنو إلها بعد؟ بعد عقائدي، يعني أن الناس قد تزلزلت عقائدهم. نصراني معناه عنده حق أو عنده مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مد يده فمطرت السماء. مرة مرتين أخذ الشك يدب في الناس اللي موجودين، وعادة مركز الخلافة فيه الملأ، يعني فيه الوزراء، فيه القادة، في علية القوم، وين يروحون؟ وين الخليفة موجود؟ يصيرون يمه. شوف الخليفة ما نظر، مع العلم أنه قضية فيها خطورة على شنو؟ على كرسيه. قال كيف الخلاص من هذه المشكلة؟ قال له وزيره الخلاص تعرفه أين؟ قال من؟ قال ابن الرضا. هذه القضية ابن الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري، دائما يسمونهم أولاد الرضا أو ابن الرضا، يعني سلسلة هذه. يأتون بالإمام، تأتيه رسالة، أدرك أمة جدك رسول الله. فيخرج الإمام سلام الله عليه يوم ثاني، قال فليخرج النصارى أيضا. قال مد يدك واستسقي
وهذا الراهب يمد يده، فتجمعت الغيوم. قال لأحد خدمه: اذهب وامسك يده، امسك اليد. فأمسك يد هذا الراهب فأخرج منها عظما. قال: الآن مد يدك واستسقي. مد يده فإذا بالغيوم المتجمعة ذهبت. قالوا: ما هذا يا ابن رسول الله؟ شنو العلة؟ قال: إنه عثر على عظم نبي في أحد المقابر، وما كشف عن هذا العظم أو عن عظم نبي إلا وهطلت السماء مطرا. يعني الله سبحانه وتعالى هذه العظام إلها كرامة عنده فيسخي الناس. أدعى الإمام سلام الله عليه وانكشفت الغمة. هذه واحدة طبعا من الكرامات في حياة الإمام سلام الله عليه، لكن إلها أبعاد أخرى غير بعد الكرامة، وهو البعد أن الإمام سلام الله عليه وهكذا يعلمنا بفعله ونأخذ من مدرسته كيف أننا يجب أن يكون عطاءنا ليس في صفة محددة وليس في قضية محددة، أبعادنا اللي ننطلق من عتها ونترقى فيها إلى الله سبحانه وتعالى هي قضية الإنسان. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. إذا أنا بعد إذا حضر الماء بطل التيمم إن شاء الله، والشيخ موجود ونتبرك بوجوده ونستلم. إيه ما يخالف، هو لما تصير على شو اسمه إن شاء الله. إذا الأبعاد التي ينطلق منها أئمتنا سلام الله عليهم في حل المشاكل وفي التعاطي مع القضايا هو قضية إنسانية في الدرجة الأولى. يعني أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم إنسانيون في الدرجة الأولى. نرجع وين؟ إلى كربلاء، نشوف الإنسانية، أو في صفين أو في معارك أمير المؤمنين، نشوف أنه شوف البعد الإنساني هو الذي يطغى على حياة الإمام سلام الله عليه وحياة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وحياة صاحب الذكرى الإمام الحسن العسكري. الإمام الحسين شوف مع شدة المصائب التي أحيطت به، لكن بعد الإنساني ما زال يشع حتى في أضنك المواقف. شوف أن واحدة من الروايات، وهذه من القضايا المفروض أن نترقى بها بأنفسنا بأخلاقنا بسلوكنا بسيرتنا، نترقى بها ونتبع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يبكي في يوم عاشوراء. قالوا: لماذا تبكي يا أبا عبد الله؟ قال: أبكي لهؤلاء يدخلون النار، مع العلم هم المقاتلين. الإمام أمير المؤمنين بعد الإنسان: لا أعاملهم كما يعاملونني. أنا عندي شنو؟ مبدأ إنساني، حق الإنسان أن يشرب من هذا الماء مهما كان مهما كان. معاوية يمنع الماء. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عندما يعامل الجبابرة جايبين من المدينة هو وأبوه، حتى أنه الإمام الوحيد الذي لم يتسنى له الحج والذهاب إلى حج بيت الله هو الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. شوف مع هذا لا يبخل بالنصيحة، ولسان حال لسان حال أمير المؤمنين: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. احنا مو عادة نمر بضائقة، نمر بمصيبة، نمر بمشكلة ذاتية متوجهة لأشخاصنا، نشوف أنه نضع حيز حولنا بحيث أنه ما نتفاعل مع القضايا. أنا شو اللي دخل؟ أنا مالي شغلة. ليش؟ والله لأن أنا ما حصلت من الأمر الفلاني، أو ما أشركوني في الأمر الفلاني. هي هذه القضية شو تصير؟ قضية للذات؟ أو الإنسان المفروض اللي عنده رسالة وعنده مبدأ أنه ينطلق بعيد عن الأشياء التي يستزيدها بذاته. المفروض تكون حياته حياة للكل. لذلك الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من بات هذا المبدأ
الإسلام العالي الراقي، قال: من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الإنسان اللي يعيش الملذ ذاته أو يعيش الحوائج الخاصة، هذا إنسان سلبي في المجتمع. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، عندما نقف على أعتابه ونقف في ذكراه، المفروض نستنطقه ونأخذ من هداه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقول: ألا وإن لكل مأموم إمام يستضيء بنوره. شنو يستضيء بنوره؟ يعني شنو واضع له مصباح وأنا أمشي على هذا؟ هو حياته كلها نور، الحياة مالته مصباح. هذا المصباح أنا كيف أسير وراه؟ كيف أسير خلفه؟ كيف أنه أخذ من أخلاقه، من صفاته، من تعامله، من اجتماعياته، من تفاعله مع المحيط، أخذها النفسي؟ وإلا أصبح أنا شنو؟ يعني فعلي اعتقادي بالإمام، لكن فعلي فعل شنو؟ من يخالف الإمام. شو الفرق بيني وبين من يقول للإمام يا ابن رسول الله ويفديه بنفسه مثل الخليفة العباسي في بعض الأحيان، أو الوزير للخليفة العباسي، لكن هو في فعله يقتل الإمام كل يوم قتله؟ شو الفرق فعلي عن فعل هذا؟ إذا أنا ما أقتدي بالإمام، إذا أنا ما استضيء بنوره، ما اكتسب من أخلاقه، من اكتسب من أبعاد الإنسانية وغير الإنسانية، حيتمر علينا يقول مثلا احتفال، نحتفل بولادة الإمام، لكن احنا نريد نخرج كون بحصيلة لما نحتفل؟ يعني محطة هاي معناته. كيف أن الإنسان يأتي بمسير يمشي يمشي، أكو محطات للتزود بالماء، للغذاء، للهذا. الروح تحتاج إلى غذاء، الروح تحتاج إلى ماء. الماء شنو هنا؟ هذا الماء المعين الذي فيه حياة. الإمام صار له 1300 سنة ونحن نقف على أعتابه، شنو اللي خلده؟ نعم اعتقاد، عقيدة، نعم، لكن حياته كلها شنو؟ هي مبدأ خلود، مبدأ استمرارية، بحيث أنه كل ما تقف عنده صار 1300 سنة أو 1200 سنة، كل ما نمر به نستزيد ونجد أنه في حياته هناك زاد وذخيرة، هناك نور موجود كل يوم نشوفه. الحسين نذكره كل عام أكثر من 13 يوم، محرم كلنا نذكره، هسه صار الحمد لله، بحمد الله أكو مجالس في العراق وهنا وغير مكان، أنه الحسين له مجالس على طول السنة. لكن هل انتهى الحسين؟ هل نضب الحسين؟ هل ملت الأذان؟ هل ملت القلوب من ذكر الحسين سلام الله عليه؟ كيف تمل؟ القرآن خالد والحسين خالد، لأنه الإمام ولأنه القرآن الناطق. إذن عندما نقف في ذكرى ولادته لن نجعل هذه المحطة فقط للحضور، لا، حقيقة الإنسان الذي يريد أن يتزود يأخذ من هذا الحضور أيضا، يستفيد. نعم أنت حضرت هنا، بمجرد حضورك له عطر، بمجرد حضورك له ميزة، بمجرد حضورك له ثواب، لكن الأكثر من هذا أنه مع الثواب تستزيد فائدة، تستزيد قرب من الإمام سلام الله عليه. وأنا دائما وأبدا أؤكد أن الذي يمنع ظهور إمامنا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه هي ليست قضية الانتظار والإمام إلى وقت في وقت محدد. حقيقة كثير من الذين ينظرون بعين البصيرة المفروض يقولون هكذا، أنه الذي يؤخر ذلك اليوم هو قضية السلوك عند الأتباع، هي قضية الأخلاق عند الأتباع. الإمام سلام الله عليه الذي يؤخر ظهوره شنو؟ يريد الناصر؟ يريد ظروف تتهيأ؟ إذا ما استزاد واحد فمعناه أنه هذا الجيل لا يستحق هذه الهدية الربانية التي أدخرها الله سبحانه وتعالى لإقامة العدل، لإقامة لرفع الظلم. فقضية الإمام سلام الله عليه أنه يجب أن
نقف عندها ونستذكر ونستلهم دروسه وحياته، سواء كان في السجن، سواء كان محصورا في بيته، سواء كان في تعامله، سواء كان في دقائق حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نقتدي ونقتفي أثر مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وأن نستزيد من عطائه، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى لائقين بالاقتداء هذا وبالإمام سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تجلجل الرعد أنوارا كما الشهب يوم الربيع، وحيث الكون يرتقب. مطلع قصيدة للحاج يلقيها على ما سمعكم الحاج أبو زيد، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وسهل مخرجهم، والعن أعداءهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أسمى آيات التبريكات والتحيات العطرة لمقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بمولد الكوكب الحادي عشر الإمام الحسن العسكري عليه السلام، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان من كل سوء، إنه سميع مجيب. أخواني أخواتي، هذه كلمات على قصورها وقلة سطورها، أرجو من الله أن تكون زاد روحي عند نشورها بمحمد وآله الأطهار. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. تجلجل الرعد أنواراً كما الشهب يوم الربيع، وحيث الكون يرتقب. تجلجل الرعد أنواراً كما الشهب يوم الربيع، وحيث الكون يرتقب. فقد توهج نور العسكري به من بيت خير عباد الله ينتسب، نور تسامى إلى العلياء مختفيا فكر الإمامة في أنبائه العجب. من خاتم الأنبياء النسل منحدر، من نور فاطمة الزهراء يعتصب، من آل ياسين هل النور مؤتليا، صرح الكوكب فيه العزم يلتهب. ميلاده قد دوى الأرجاء مرتجلاً إلى الأنام بأن الغيث يقترب. المرتضى جده يكفيه منزلة، والصبت والمجتبى والسادة النجب. آل النبي من العلياء مودتهم، هم خير نسل الورى جاءت بها الكتب. أبا محمد في أكبادنا ألم،
حيث الخلافة في الأزمان تختصب، إن الولاية نبض الدين باقية كالشمس تعلو الدنا لا يخفيها السحب. أبا محمد عذرا في مرابعنا تلك القباب بغدر لفها الخطب، فيكم سمت راية الإسلام خافقة، أنتم مداد العلا والدين والطنب، وأنت بالحق والقرآن مقتضب، رغم البغاة وذو الأعداء تضطرب، في صلبكم أودع الرحمن قائمكم، في صلبكم أودع الرحمن قائمكم، يا حجة الله يا تاريخنا الرحب. أبا محمد فقت الصبر محتسبا، فمن محمد فيك العز مكتسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أحسنت حاج، طيب الله أنفاسك. من كلمات الإمام الحسن العسكري عليه السلام: خير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه. ما أحوجنا إلى التأمل في هذه الكلمات، وخصوصا نحن العراقيين. كلمة ولدنا محمد موسى عنوان هذه المقولة للإمام، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة والأخوات، نحن اليوم في رحاب الإمام العظيم الحسن العسكري سلام الله عليه، أستعرض لكم كلمة من كلماته الشريفة، حيث قال عليه السلام: خير إخوانك من نسى ذنبك وذكر إحسانك إليه. هذه الكلمة العظيمة هي من الكلمات الخالدة، ولا يمكن أن تخلد كلمة إلا إذا كانت مسؤولة وواعية للواقع التي تنطلق منه. وكان صاحبها ذا بصيرة نافذة وفكر ثابت، بحيث يرى المستقبل كما يقرأ الماضي ويعيش الحاضر، فيطلق كلماته لتكون حكمة خالدة عبر الأجيال المتلاحقة من بني البشر. فتكون كالأمثال السائرة والحكم القائلة. حفلنا الكريم لنتأمل فيها: خير إخوانك من نسى ذنبك وذكر إحسانك إليه. كلمة في غاية المسؤولية والوعي، ويضاف إليها الهدى لأنها نور، كما ورد في زيارة الجامعة: كلامكم نور، وطبيعة النور إنه يهدي ويرشد السائرين إلى المحجة، ولا يدعهم يتخبطون خبط عشواء. خير إخوانك من نسى ذنبك وذكر إحسانك إليه، إحدى كلمات الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
الخالدة خلود ذكرهم العطر، وخلود ذكرهم بخلود القرآن أبدا، لأنهم القرآن الناطق، وهم يفسرون القرآن، والقرآن الكريم يصدح بذكرهم وفضائلهم وشمائلهم، ولا فرق، فكلاهما رسالة الله إلى البشر وهدية السماء إلى الأرض ووصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمته وثقلاه في المسلمين. فعلي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان، وهكذا بقية أبنائه الكرام المعصومين عليهما السلام. وكلمة الإمام الحسن العسكري عليه السلام: خير أخوانك من نسى ذنبك وذكر إحسانك إليه، هي امتداد لبقية الكلمات النورانية وزهرة من تلك الباقة العطرة من الكلمات، ونور من الأنوار التي شعت فملأت الأرض عزاً وفخراً وعلماً وأخلاقاً عبر الأجيال، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنت عمي، جزاك الله خير. والآن مع فقرة البهجة والأفراح وموشحات ومنشد ومداح آل البيت ملا كاظم الخفاجي، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والدر الفاخر والبحر الزاخر الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.